السلام عليكم. شوطنا فوق احتمال الاحتمال، فوق صبر الصبر لكن لا انخذال. نغتلي نبكي على من سقطوا، إنما نمضي لإتمام المجال. دمنا يهمي على أوتارنا ونغني للأمان بانفعال. مرة أحزاننا لكنها يا عذاب الصبر أحزان الرجال. لهذه السردية الحزينة كان البردوني يحاكي مكابدات اليمنيين وشوطهم التاريخي في مسلك الحرية والهوية، من الصبر إلى الغليان إلى المضي في سبيل الأمنيات الكبيرة التي تهون من أجلها أحزان الرجال. من شهداء الثورة إلى شهداء المقاومة، اتسم أبرار الحرية بالاندفاع النبيل والشموخ الحزين من أجل كبرياء بلد يتذكرون حضارته وحتى وهم يحتضرون، ولم يتحولوا عن درب الجمهورية السوي. تضحيات ضخمة من الشباب والنساء والأطفال، شهداء لفظوا أنفاسهم عند أبواب الكرامة ولم يكونوا ثوار كرنفالات، فهم الذين قدموا خبز أرواحهم ومالهم ووقتهم وانسحبوا من أمام الضوء ليحضروا من جديد كنور خالد في ذاكرة هذا البلد. للشهداء حق حفظ ذاكرتهم وتخليدهم في كل ذكرى، إحياء لتلك المضامين وتلك الأهداف التي وهبوا أرواحهم من أجلها، وتجديدا للعهد بأهمية ألا ينحرف المسار الوطني عن أهداف الشهداء. مشاهدينا الكرام، عن الخالدين في ذاكرة الثورة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، ابقوا معنا بعد أن نشاهد هذا التقرير. نبتوا من قلب الأرض وأزهروا في وجه المدائن بذلك الاندفاع النبيل إلى ساحة الثورة وميادينها. لم يبحثوا عن مكاسب في الثورة، ولم يتحولوا عن صراطها، ولم تتوقف أحلامهم المزدحمة بقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، وأيضا لم يتوقف نهر الدم. ست سنوات منذ اندلاع ثورة اليمنيين منادية بإسقاط المخلوع، واليمنيون يدفعون ثمن التغيير باهظا، بدءا بثورة سلمية حملت الورود في مسيراتها، مرورا بإجبارها على حمل السلاح، وانتهاءا بمجابهتها بثورة مضادة. راهن اليمنيون على سلمية الثورة، ولكن صالح أبى أن يمضي دون نهر من الدماء. أكثر من 1000 شهيد إبان ثورة الشباب السلمية استشهدوا حين خرجوا ملوحين بالحياة وباسم اليمن، بملامح بشوشة مقبلة على الحياة، عين على اللحظة وعين على المستقبل الذي تبدو ملامحه من خلال لمعات في جبينهم، أحياء وأموات، أيام جعل منها صالح كرنفالا للموت والقتل الجماعي. انطفأت أنفاسهم وغادرت جثامينهم مرفوعة على الأعناق، إلا أن أرواحهم ومآثرهم ظلت حاضرة على هيئة بصمات ومواقف مغروسة في قلب التحولات التاريخية، مثل أشجار الأرض التي جاءوا منها ومن أجلها وهبوا أرواحهم. أولئك المنسيون في غمرة الأحداث التي أعقبت شهور الثورة، أبرزها تحالف ثنائي الثورة المضادة والانقلاب، سلسلة لم تنتهي ممن وهبوا أرواحهم قرابين للحرية على مذبح الوطن. منهم من خلدتهم ذاكرة اليمنيين، ومنهم من سقط من العناوين العريضة ولم يسقط من ذاكرة وطن وأوجاع بلاد بعد أن وهبوها دمهم الغالي. وهل يغلى عليها دم؟ إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ جمال المليكي، الباحث السياسي من كوالالمبور. مساء الخير أستاذ جمال. سينضم طبعا معك آخرون عبر الهاتف، ولكن يبدو أنني لا أسمعك جيدا أستاذ جمال. الآن تسمعيني؟ نعم الآن واضح. بداية أستاذ جمال، يعني ونحن نتحدث عن هؤلاء الخالدين في ذاكرة الثورة، برأيك ما هي الأهمية التي تكمن في حفظ الذاكرة لكل ثورة يعني ولكل جيل أيضا؟ أنا باعتقادي أن أولى أولويات الثورة هو الوفاء لرجالها من الشهداء والجرحى. أول اختبار تقف أمامه الثورة هو أن تكون وافية مع هؤلاء، والوفاء مع هؤلاء له أكثر من شكل،
له شكل مباشر تجاه هؤلاء، وله أشكال أخرى نحو الفكرة التي من أجلها قدموا أرواحهم ومن أجلها جرحوا. وعلينا أن نذكر بحقيقة تاريخية، للأسف الشديد هناك الكثير من يحاول أن يمارس المغالطات المنطقية لكي يخفوا هذه الحقائق. أولاً، نحن نعرف هؤلاء سواء الذين استشهدوا في جبهات القتال أو الذين أصيبوا واستشهدوا في ساحات السلمية، وهناك من جمع بين الأمرين، وهناك من كان في ساحات السلمية واستشهد في ساحات القتال. أن هؤلاء الذين اليوم نتحدث عنهم هم من قاتل منهم أرغم على حمل السلاح ولم يكن يوما ما مشروعه السلاح، وهنا يكمن الفعل الأخلاقي، هنا تكمن القيمة الأخلاقية للمقاومة. لذلك يحاول الكثير أن يضلل المجتمع عندما يساوي بين كل من يحمل السلاح. من يحمل السلاح عندما أرغم، عندما هددت كرامته وعندما هدد مشروعه وحمل السلاح دفاعا عن ذلك، فرق كبير بينه وبين من كان مشروعه السلاح وبين من كانت استراتيجيته الجوهرية السلاح. هذا ما يجب أن نذكر فيه في بداية هذه الحلقة. نعم. طيب أستاذ جمال، يعني برأيك هل الأمر علاقة بذاكرة شعب أم بأهداف الثورة، أم أن له جوانب مهمة أخرى؟ له كل ما ذكرت، بالإضافة إلى نقطة جوهرية جدا. نعم. المجتمعات عندما تخرج إلى الشارع وعندما تمارس فعلا تراكميا مثل فعل الثورة الذي أتى بعد موجات من الفعل السياسي، أو دعيني أقول من الوعي الكامن داخل هذا المجتمع، هذه اللحظة التي خرج فيها المجتمع وعبر عن نفسه بتلك الصورة وصمد لأكثر من عام، الواجب الأساسي نحوه أن نحافظ على هذه اللقطة ببهائها وأن نذكره بها من خلال مثل هكذا فعاليات، مثل هكذا مناسبات، نذكر ونحفظ هذه الذاكرة. لماذا؟ لأن المجتمعات عندما تبذل أقصى ما لديها ثم لا يعترف بهذا الفضلها، أنا أتكلم عن المجتمع بكل مكوناته الذي كانت الشهداء والجرحى تمثل لهذا المجتمع، بالتالي عندما نذكر المجتمع بهذا، عندما نحفظ له ذاكرته، عندما نستدعيه مرة أخرى سيستجيب لنا. لكن عندما نكفر به وعندما لا نحفظ هذه الذاكرة، لو احتيج إلى المجتمع أن يخرج إلى الشارع في المستقبل القريب من أجل أن يواصل ثورته، ربما لا يتفاعل بسبب أننا لم نراكم إنجازاته، لم نذكره بهذا الفعل الراقي والنقي في تلك اللحظة. ولذلك خطورة الخطاب الإعلامي الذي يقول على سبيل المثال أن هذه الثورة أنتجت لنا هذا المشهد المأساوي، أو أن يكفر بهذا الفعل، هذا له انعكاس خطير جدا إذا لم يتم مواجهته وتفكيكه إعلاميا على المجتمع في حال تم استدعاءه أو تم حاجتنا إليه في لحظة يعني ربما قريبة، من أجل أن يواصل إنجاز ثورته بأي شكل من الأشكال. نعم. إذا يعني أساسا أستاذ جمال، يعني مضامين النشيد الوطني تنص على واذكري في فرحتي كل شهيدي، يعني ربما جزء من التخليد لشهداء الحركة الوطنية سواء قديما أو حديثا، كيف يمكن أن نستحضر هذا المضمون قولا وفعلا؟ أولا، من الناحية الإعلامية علينا ألا نكل وألا نمل في التذكير بفضل هؤلاء علينا، ألا نكل ولا نمل في إعادة تعريف الأفكار التي من أجلها خرجوا. هذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا، علينا أن من كل منصة إعلامية ومن كل منصة تتاح لنا أن نعيد يعني التذكير بالأفكار التي من أجلها خرجوا، وأن نزيل عليها الغبار الذي يحاول أن يضيفه البعض، أو التشويش الذي يحاول أن يضيفه البعض للأسف حتى من بعد من كانوا ضمن الصف الثوري، عندما يعني البعض رغبة منه في أن يكون على مسافة من الجميع يتحدث ربما بلغة فيها من وجهة نظري إجحاف بحق هؤلاء وبنقاء الفكرة التي من أجلها خرج هؤلاء ومن أجلها جرحوا ومن أجلها استشهدوا، وبالتالي أوجب الواجبات هو إعادة التذكير بهذه الأفكار وعدم السماح بتشويشها بأي شكل من الأشكال. هذا من الناحية الإعلامية. من ناحية أخرى باعتقادي، من ناحية أخرى أعتقد فكرة مواصلة هذا النضال على كل المستويات، مستوى الإعلامي، وحتى اليوم للأسف الشديد فرضت علينا الميليشيات، فرضت علينا عن جهية علي عبد الله صالح والحوثيين أن يكون هناك دعيني أقول مسارا عسكريا. هذا المسار العسكري أيضا هو دعمه بكل أشكال الدعم، هو وفاء لهؤلاء، لأننا اضطررنا لحمل السلاح، اضطرت فكرة الثورة أن تدافع عن نفسها بالسلاح، وهذا ينبغي ألا أن لا يكون معيبا، وأن نذكر أنه نحن حملنا السلاح عندما أرغمنا على ذلك.
حمل الشباب السلاح وبعض من كانوا في 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 ساحات السلمية اضطروا لحمل السلاح، واضطرت فكرة الثورة أن تدعم المجال العسكري عندما اضطرتها ميليشيات صالح. لذلك دائما أذكر أنه بعد مؤتمر الحوار، وهذه الحقيقة التاريخية علينا أن لا نمل من تكرارها، أننا بعد مؤتمر الحوار كنا على مفترق طريقين، إما الذهاب نحو رسم ملامح الدولة الجديدة مستصحبين بيدينا مسودة الدستور التي خرج بها الحوار، إلا أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح فرضوا علينا، ونكررها، فرضوا علينا مسار الاقتتال ومسار الحرب، ووضعنا أمام اختبار إما أن ندافع، وكان اختبارا وجوديا، إما أن ندافع على هذه الفكرة بكل ما أوتينا من قوة أو أن نتخلى عنها. فكاش أثبت الشعب اليمني بكل مكوناته أنه قادر ولديه من المخزون الاستراتيجي، وجدنا لقطات كثيرة لمعاقين يدافعون عن هذه الفكرة. هذا الدفاع وهذه الجاهزية تدل على أن لدينا كمجتمع مخزون استراتيجي مستعد للدفاع والوفاء مع هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى. نعم، إذن أستاذ جمال ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ خالد بكلان الناشط في ثورة فبراير من مأرب. مساء الخير أستاذ خالد. أستاذ خالد تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ خالد. يعني برأيك ما هي الأهمية التي تكمن في إعادة تخليد ذكرى الثورات وخاصة ذكرى فبراير؟ يعني ثوار فبراير شهداءها. أهمية يعني إعادة فلورة فكرة إحياء يعني شهداء ثورة فبراير هي أهمية هؤلاء الشهداء لهم أهمية لأنهم وجود وهم جذوة هذه الثورة التي أتت من أجل إسقاط نظام فاسد ومن أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة، التي بفضل هؤلاء الشهداء الذي إذا كان هناك من قائد لهذه الثورة فهم هؤلاء الشهداء، لأن الشهداء هم الذين رسموا ملامح اليمن الجديد. نعم. وأتت نتيجة أتت وثيقة مخرجات الحوار الوطني بناء على الدماء التي ساحت من أجل بناء الدولة اليمنية التي إذا كان هناك من قائد لها فهم هؤلاء الشهداء ورئيس الجمهورية المناضل عبد الرب منصور هادي، الذي على كل شباب الثورة أن يلتفوا حول هذا الرجل الذي يمثل الذي هو الوحيد الذي انتصر لدماء هؤلاء الشباب الذين لا يمكن أن نتجاهل دماءهم ولا يمكن أن ننتصر لهذه الدماء إلا بالانتصار للأهداف التي خرج من أجلها شباب الثورة في 11 فبراير 2011. نعم أستاذ خالد، يعني أشرت في كتابات لك عن رفاق الثورة الذين ما زالوا أحياء بداخلك، حدثنا عن هذه النقطة. شهداء الثورة لا زالوا أحياء بداخلنا لأن الأهداف التي خرجوا من أجلها نحن لازلنا مستمرين من أجل هذه الأهداف، نناضل بناء على الأهداف التي استشهدوا من أجلها، لذلك هم أحياء بداخلنا لأن نحن نمثل المشروع الوطني الذي خرج من أجله شباب ثورة 11 من فبراير. نعم. الذين خرجوا من أجل إسقاط منظومة الفساد التي كان يتزعمها المخلوع علي عبد الله صالح وأعوانه، ولذلك هؤلاء الشباب لا يمكن أن نتخلى عن دمائهم أو نتناساها أو نتجاهلها. ما هو الواجب علينا أستاذ خالد يعني أمام هذه التضحيات التي قدموها؟ كيف يمكن أن نمضي، وأنت تقول نحن نمثل المشروع، كيف يمكن أن نمضي لبناء هذا المشروع مع يعني الاحتفاظ بما قدموه والاعتبار لما قدموه أيضا ليس بالهين؟ لا يمكن أن نتجاوزها. نحن لدينا مخرجات حوار والانتقال تضمن ذلك، بحيث أن هذه مبادئ العدالة الانتقالية لا يمكن تجاوزها والقبض عليها. لأن الشهداء هؤلاء استشهدوا من أجل بناء يمن جديد، يمن اتحادي. لذلك مخرج العدالة الانتقالية لابد من أجل محاسبة من قاموا بإزهاق هذه الدماء. هؤلاء الشهداء نحن لا يمكن أن نترك دماءهم أو نترك من قام بارتكاب الجرائم ضدهم واستهدفهم. هناك مبادئ
العدالة الانتقالية يجب أن تطبق ويجب أن يحاسب كل من يسبب بإزهاق هذه الدماء وسفكها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك خالد بقلان، ناشط في ثورة فبراير، كنت معنا عبر الهاتف من المأرب. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، برأيك يعني هل هناك خوف من يعني نسيان هؤلاء الشهداء أو طيهم في ملفات التاريخ كما حدث مع شهداء ثورة 26 سبتمبر؟ يعني الكثير من الشباب لا يعرف بتضحيات العديد من شهداء ثورة 26 سبتمبر، وهناك أسماء أخفيت أو يعني تم نسيانها وعدم ذكرها في كتب التاريخ أو حتى في الكتب العادية. بدأنا يعني ربما من ثورة فبراير ننبش عن هذه الأسماء ونبدأ نتعرف عليها من جديد. أتفق معك تماما، كان هناك إلغاء للذاكرة، كان هناك تهميش لكل تاريخنا. أنا وأنا أقرأ مؤخرا على بعض اللحظات في تاريخنا سواء في الشمال أو في الجنوب، أحيانا بعض المعلومات تصيبني بالصدمة من كثر أنه من المفترض، يعني كنت أتحدث مع أصدقاء أنه من المفترض على سبيل المثال أن لا يتخرج الطالب من الثانوية إلا ولديه كل هذه الذاكرة، لكن للأسف هناك تجريف، هناك عملية تزوير للتاريخ ممنهجة. لكن باعتقادي أن الواقع تغير اليوم، اليوم أصبح لدينا واقع، أصبح الفرد يمتلك اليوم المنصات الإعلامية، نعم، وسائل معرفة أكبر ربما. نعم، يعني لو قارنا على سبيل المثال المنصات الإعلامية قبل 15 سنة بشكل دقيق كانت حصرا على الدولة، ملكا للدولة. اليوم يمكن لأي شاب من غرفته أن يكون لديه منصة صوت وصورة ومنصات كتابية وكل منصات الحديث مع العالم، وبالتالي باعتقادي أنه هذا ينعكس على موضوع التوثيق اليومي لأحداث الثورة واليومية الثورة، بالإضافة إلى أنه إيقاع الأحداث يجعلنا نطمئن بأن كل ما حصل هناك استرخاء، كل ما أتى حدث يجدد لنا الوفاء لهؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى. وبالتالي باعتقادي أنه ليس هناك خوف، لكن نحن بحاجة إلى عمل نوعي وعمل ممنهج تجاه هؤلاء، وأن يتم يعني يمكننا القول أن يكون هناك يعني ضبط لبوصلة النضال وبوصلة التحرك بكل أشكاله على أهداف الثورة التي من أجلها يعني قدم هؤلاء الشهداء أرواحهم وأغلى ما يملكون. وعلينا أن نذكر مرة أخرى بمثالية وبنقاء هؤلاء. أنا على سبيل المثال أعرف الكثير ممن استشهدوا في جبهة القتال. لم يكن السلاح يوما ما، كانت السلمية تجري في عروقهم. نعم، كثير منهم كتاب وكثير منهم معلمون وأساتذة وطلاب جامعيون، يعني بعيدين تماما عن السلاح وحمله. بالضبط، يعني نحن عرفناهم من خلال، دعيني أتحدث عن قصة أنا عايشتها. الشهيد منصور علي سيف، أحد يعني التوجيه المعنوي لأحد أهم الألوية التي كانت في نهد. هذا الشخص، أنا من منطقة نائية في إب، أول شخص أقام معهد تقني ومعهد لإخراج الصيادلة بعد الثانوية، أول معمل أدخل في مدينة النائية في منطقة إب كان على يد هذا الرجل. هؤلاء لا يعرف تاريخهم وأدوارهم المدنية، اضطروا لحمل السلاح. علينا أن نوثق هذه الأفكار لكي يعرف الناس من هؤلاء الذين قدموا أرواحهم. لم يكونوا يوما دعاة للموت، كانوا دائما دعاة للحياة، وأثبتوا ذلك عملا قبل، يعني بالعمل قبل القول، ولكن عندما اضطرتهم الميليشيات أن يدافعوا عن عزتنا وكرامتنا كانوا هم الأقدر وهم الأقدر وهم الأكثر شجاعة من الجميع في أن يكونوا في مقدمة الصفوف. علينا أن نعيد مثل هذه الأفكار ونجددها ونذكر المجتمع بها حتى نكون أوفياء مع هؤلاء. نعم، لكن أستاذ جمال، هناك من يتحدث أن يعني إذا كان شهداء ثوار 11 فبراير لم ينالوا حقهم حتى الآن، الجرحى أيضا لم يتم الاعتناء بهم بما يجب حتى الآن، نحن الآن مقبلون على كارثة جديدة، شهداء جدد في المقاومة، جرحى جدد، ومأساة ربما يعني حتى الآن هي تزداد يوميا للأسف الشديد. الانقلاب ما زال يعني في كثير من المحافظات أو بعض المناطق التي فيها الاحتدام أو الصراع، ومع ذلك يعني نحن نفقد باليوم كذا شهيد وكذا جريح. كيف يمكن يعني أن نقنع أو أن تظل هذه القناعة راسخة لدى هؤلاء الذين قدموا أرواحهم، أن يعني إذا كان زميلك في السابق لم يتم الانتباه له ولا لجرحه، كيف يمكن أن يتم التعامل معك؟ صحيح، لذلك أشرت في البداية أن هناك دور مباشر تجاه هؤلاء، وقلنا أن أولى أولويات الثورة وأول واجب وأول اختبار تختبر الثورة هو موقفها تجاه هؤلاء
جزء من هذا الموقف هو الموقف المباشر، ماذا نفعل لأسر الشهداء، ماذا نفعل لأسر الجرحى. كان لدينا تجربة نوعية في البداية انتبه لها، وكان لدينا صندوق للجرحى والشهداء، لا ندري لماذا لم نعد نسمع عن هذا الصندوق مثلا، ما الذي حصل له؟ نريد الكثير من المبادرات في هذا الاتجاه، أن يكون هناك عمل حتى خارج مربع الانتظار لمن سيفعل ذلك، أن يكون لدينا مبادرات من داخل الشخصيات الثورية أنفسها، وعمل ضغط على الجانب الشرعي، وحتى بالنسبة للوضع الحالي حتى على التحالف، أن يكون هناك إجابة واقعية، إجابة عملية، إجابة تنعكس على شكل مؤسسي للتعامل مع هؤلاء. لا ينبغي أن يتم حتى التعامل مع هؤلاء أننا نتفضل عليهم، هذا واجبنا، ونحن من سيلحقنا العار ومن سيلحقنا العيب إذا كنا لم نقم بحق هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى. نعم. وأن نطلب يعني وأن ننادي بحقوقهم. نعم، يعني هل ترى أنه من أولويات الحكومة الآن إعادة تفعيل صندوق الشهداء والجرحى الذي تم نهبه من قبل الميليشيا وإغلاقه أيضا؟ إذا تكلمنا من الناحية الأخلاقية والقيمية فهذا واجبها الأول، وإذا تكلمنا من الناحية النفعية والمصلحية فهذا من مصلحتها أن تفعل ذلك. نحن نريد أن نحافظ على النسيج الاجتماعي، نريد أن يكون هناك صوت اجتماعي متناغم مع الشرعية. عندما يلاحظ أفراد المجتمع أن هذا الذي ذهب وقاتل مع الشرعية على سبيل المثال لم يهتم به، تصله الرسالة واضحة أن هذه الشرعية لا تحترم من يقاتل معها ولا تحترم من يكون في صفها. إذن لو تكلمنا من الناحية الأخلاقية والقيمية فالشرعية هذا واجبها، ولو تكلمنا من الناحية النفعية وما يقتضيه الواقع اليوم وما نحتاجه على مستوى الفعل السياسي والفعل الاجتماعي في حشد المجتمع تحت مظلة الشرعية، نحتاج أن نجاوب إجابة واقعية على سؤال الشهداء وسؤال الجرحى، بأن يكون أسرهم وأسر الجرحى وأسر الشهداء هم من أولى أولويات سواء الشرعية أو سواء المؤسسات الثورية الأخرى. نعم، لاحظت أستاذ جمال يعني أنك منذ بداية الحديث وأنت تركز على أن من أهداف الثورة هي يعني مثل هذا الأمر، تجديد الذاكرة بالنسبة للشهداء. أين تكمن الأهمية أو العلاقة بين مسألة تجديد الذاكرة في الثورة على صعيد أهداف هذه الثورة؟ نحن في طريقنا نحو التحول الاجتماعي، نحو المضي إلى المستقبل، نحتاج الكثير من الأفكار، نحتاج ما يسمى بالمكنة النفسية. المكنة النفسية هو الحفاظ على الدافع، الحفاظ على الشعور بالانتماء لهذه الفكرة. الحفاظ على الشعور بهذه الفكرة والحفاظ على الانتماء لهذه الفكرة يحتاج إلى عمل. جزء من هذا العمل هو تجديد التذكير بذاكرة الثورة، التذكير بالأفكار التي خرجنا من أجلها، التذكير بالشعارات، التذكير حتى بالنقاشات التفصيلية التي كانت تحصل بالساحات. هذا كله يعطينا لدينا نحن يعني دعنا نقول إعلاميا مناصرين لهذه الفكرة، وكذلك الناس الذين في الميدان نحتاج أن يمدوا بهذا الدافع من خلال التذكير بهذه الأفكار. ومن باب أولى أن هناك من يحاول أن سواء علم أو لم يعلم بقصد أو بدون قصد أن يشوش هذه الأفكار وأن يتبنى خطابا يجعل ربما الانتماء لهذه الفكرة يجعل الإصرار على الوفاء لهذه الأفكار يمر بحالة من الاسترخاء. على سبيل المثال أصبح لدينا مجموعة من الشبهات التي أسميها أنا على سبيل المثال شبهات ثورية أو شبهات سياسية. الشبهة الأولى شبهات أن الثورة هي التي أنتجت لنا ما نحن عليه. علينا أن نوضح أنه كيف كنا قبل هذه الثورة، أن الثورة فقط كشفت لنا ما كان مختبئا، أن الثورة فقط أخرجت الأفعى من مخبئها وكشفت أن هؤلاء الحكام وهؤلاء المستبدين لديهم هذا الاستعداد للبطش والقتل من أجل فقط حماية الكرسي. هذا ما فعلته الثورة، وهو شرط ومقدمة للتحول أن نتعرف على واقعنا، فعرفتنا الثورة بواقعنا. على سبيل المثال هذه الأفكار علينا أن نعيد النقاش فيها. شبهة أخرى على سبيل المثال من الشبهات الثورية فكرة الحديث عن الأطراف والتسوية بين طرفين، بين طرف اضطر لحمل السلاح ليدافع عن هذه الأفكار وبين طرف حمل السلاح وكان مشروعه السلاح وفرض علينا قوة بقوة السلاح. نعم، هذه الشبهة بهذه اللغة يجعل الشارع يسترخي ولا يكون لديه هوية واضحة متبنية لفكرة الثورة ولفكرة النضال في تحقيق أهداف الثورة. نعم، هذه الشبهة أستاذ جمال دعنا نتحدث عنها بشكل أوسع ربما ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. وليس ميدان التغيير.
أهدافها ما زالت هي الأهداف. أهدافنا اليوم هي نفس الأهداف التي خرجنا من أول يوم ونحن ننشدها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ جمال. أستاذ جمال، كنت قبل الفاصل تحدثنا عن بعض الشبهات التي يعني تنال ثورة فبراير، مسألة يعني الحديث عن طرفي صراع يجعل الشارع اليمني يعني يصاب بالارتخاء أو بعدم الاهتمام لما يدور، لكن هذه المسألة أستاذ جمال يعني للأسف الشديد يعني يتبناها مجتمع دولي، تتبناها الأمم المتحدة، يتبناها دائما وأبدا يعني المبعوث الأممي طرفي صراع، حتى أنه أصبح الراسخ لدى أغلبية الناس أن هناك فعلا طرفي صراع. نعم أتفق معك، بل أصبح من يريد أن يجعل نفسه مثاليا أن يتبنى بخطابه أمام المجتمع الدولي، واكتشفنا حتى شخصيات كانت لها علاقة بالثورة إذا أرادت أن تسوق نفسها للمجتمع الدولي فعليها أن تستخدم مفردة الأطراف يعني تحديدا، وهذه معركتنا نحن الإعلاميين، معركة المنصات التي تشعر بخطورة هذا الأمر. هذا الأمر ليس لا نتبناه من منصة العناد، نحن نشعر بخطورة هذا من ناحية عملية ومن قراءة منهجية للواقع، أن هناك من يخدم بالضبط، من يخدم تحديدا هذا الخطاب. يعني لو كنت أنا مكان علي عبد الله صالح أو مكان جماعة الحوثي، أكثر خطاب يخدمني اليوم أن تتم تسويتي بمن خرج ضدي، هذه أكبر خدمة ممكن أن تخدم لي، أنا الذي أمارس القتل، أنا الذي حكمت اليمن 33 سنة، ليس هناك خدمة ممكن تقدم لي كمستبد إلا هذا الخطاب، وبالتالي تأتي خطورة أن يتبنى البعض هذا الخطاب وأن يقبله. صحيح المجتمع الدولي تبنى هذا الخطاب للأسف الشديد منذ أن كان الحوثي وأثبت، يعني الواقع أسقط هذه، لو أردنا أن نعقل الواقع أسقط هذه الكذبة منذ أن كان الحوثيون على أسوار صعدة عندما بدأوا بدماج، والمجتمع الدولي يخاطب الأطراف أن تقف على الحياد، وكان يخاطب الشرعية بمفارقة تاريخية لم تحدث في التاريخ، أن يخاطب المتبقي من الجيش الوطني وأن يخاطب الشرعية في تلك اللحظة أن تقف على الحياد أمام ميليشيات، إلى أن دخل الحوثي صنعاء وجمال بن عمر بغرفة واحدة هو وعبد الملك الحوثي، وخرج متبنيا لخطاب الأطراف. يعني لا. من أراد أن يعقل فالواقع يصرخ في وجوهنا أن هذه كذبة، أن هذا تضليل، أن هذه مغالطة منطقية أريد لها أن تفكك أفكار الثورة، ولكن علينا بالمقابل أن ننتبه، نحن لدينا منصاتنا الإعلامية ولدينا فرص الحديث، هذه علينا أن يكون هذا جزء من دورنا الذي ننتبه له ونتعامل معه بحساسية وبمسؤولية كبيرة. نعم. طيب أستاذ جمال، يعني ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ وليد الأبار الكاتب والناشط السياسي من الرياض. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور، اهلا بك معنا استاذ وليد. استاذ وليد، يعني ربما تحدث مع الاستاذ جمال ضيفنا عبر سكايب عن كيف كان نظام صالح استطاع ان يغيب العديد من الثوار والعديد من الشهداء الذين قدموا ارواحهم في سبيل الجمهوريه. برايك هل حاول الانقلاب ايضا تمس ملامح ذاكره الثوره خصوصا في صنعاء؟ يعني هناك نجد أن هناك ملاحقة حقيقية لمن ثاروا في 11 فبراير أحياء وأموات، ما رأيك؟ أولا أشكركم، أشكر قناة بلقيس التي أصبحت أحد منابر ثورة 11 فبراير وأصبحت بالفعل صوت اليمنيين. طبعا كان لدى صالح تجربة سابقة في طريقة انتقامه من ثوار 26 سبتمبر وإقصائهم، وكانت أجهزة الاستخبارات التابعة له قد بنيت حكائدها على كمع الثوار ومطاردتهم وإلقائهم في غياهب السجون طيلة فترة حكمه، وبالإضافة إلى أنه تم اغتيال الضباط الذين خرجوا أو الذين قادوا حصار السبعين، وكل تلك التراكمات التاريخية أيضا استغلها صالح في فلسفته في قمع الاحتجاجات أو الثورات التي كانت تريد أن تستعيد سلطة الشعب الذي طالما استطاع أن يصل إلى السلطة ويجيرها بنفسه، وكان يحاول حتى أن يورثها لابنه. لاحقا طالت آلة القمع وطالت الاعتقالات والكثير من شهداء الثورة،
حاول بكل الوسائل أن ينتقص من الثورة، بما أن الثورات تتكئ على جانب إخلاقي مهم وهو دماء شهدائها. وقد حاول انتزاع الحصانة، كانت تلك واحدة من الضربات القاسمة التي تعرض لها الثورة، إذ استطاع أن يخرج بالحصانة وأعطته دافع إلى أن يستمر بالقتل. وكان هذا واحد من الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها بعض القوى السياسية التي منحته الحصانة. استمر بالقتل، استمرت بالتحالفات مع قوى تعد في حينها متمردة وخارج سلطة القانون ولديها أو عابرة للهوية والجغرافيا أيضا، وتناصب اليمنيين العداء وتؤمن بخرافة الحق الإلهي وما إلى ذلك. إذن وكل طيب أستاذ وليد، يعني كيف يمكن، يعني هناك هدف وطني ضحى من أجله الثوار بأرواحهم، كيف يمكن الحفاظ على هذا المسار الوطني يعني ألا ينحرف يعني عن مساره بالنسبة لأهداف الثوار؟ كان الهدف الرئيسي من ثورة 11 من فبراير هو إسقاط النظام الاستبدادي وبناء نظام ديمقراطي. نعم. هذا هو المسار الذي يجب أن تسير عليه ثورة فبراير، والذي يجب أن ينظم من أجله من تبقى من شباب الثورة وكل القوى الوطنية التي لطالما هي تحمل الجانب الإخلاقي أو القيمي تجاه أولئك الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا الهدف النبيل، استعادة النظام وبناء نظام ديمقراطي. لأن المشكلة الحقيقية في اليمن هو أن هناك مجموعة من الأشخاص تريد أن تستحوذ على السلطة، وبينما اليمنيين يطمعون إلى استعادة سلطتهم وهذا حق مشروع. في ظل الوقت الحالي أنا من رأيي على أنه يجب أن يركز الخطاب أو خطاب القوى المنضوية تحت 11 فبراير على استعادة سلطة الشعب. استعادة سلطة الشعب هو الهدف الجوهر الذي قامت من أجله ثورة فبراير، ولطالما ظلت ثورة فبراير تطالب باستعادة سلطة الشعب فأظنها لن تحيد عن المسار وتستطيع أن تصل إلى مبتغاها وإن بعد حين. نعم أستاذ وليد، يعني برأيك ما هو الدور الرسمي الذي يجب أن تقوم به الدولة إزاء الشهداء أو أسر الشهداء وكذلك الجرحى؟ مشكلتنا للأسف الشديد أننا في مرحلة متتالية فيما يتعلق بالحرب، يعني لا يوجد لم نمر بمرحلة حرب ومن ثم يتوقف عملية الحرب لكي يكون لدينا إحصائية دقيقة بالشهداء. كان هناك شهداء 11 فبراير وتمت خطوات إنشاء صندوق للشهداء كما نعلم، وجرت هناك مجموعة من المعالجات، تم اعتماد مرتب لكل شهيد طبعا، وايضا حصل على ان الحوثيين ايضا قاموا بحربهم الاجتياحيه على بقيه المحافظات اليمنيه، وهناك ايضا شهداء جدد، ومن ثم دخلوا عمران واقتحموا صنعاء واندلعت الحرب في جميع المحافظات الجمهوريه، ولدينا ايضا شهداء موجودين في 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 في, في, في كل الجبهات، في صعدة، في عمران، في الجوف، في مارب، في تعز التي اصبحت بالفعل مدينه منكوبه بكل ما تعني له الكلمه من معنى، مدينة منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، في الجوف، في شبوة، في بيحان، في حضرموت، في عدن، نعم في كثير من المحافظات. صحيح. نعم لدينا قطار واسع من 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 من, من الشهداء والجرحى، لدينا مأساة كبيرة هذه وبالتالي هناك عبء كبير على مسؤولية كبيرة، نعم على عاتق الدولة، يجب نعم الالتفات لهم والبدء بحل مشاكلهم أولا بأول حتى لا تتراكم القضية. شكرا جزيلا لك وليد الأبار، الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني بصدور قرار هذا العام باعتبار 11 فبراير عيدا وطنيا وأيضا إجازة رسمية، هل يمكن أن يعني مستقبلا نتحدث عن أو يشمل الأمر في المراحل المقبلة جبر الضرر وأيضا تخليد شهداء الثورة برأيك؟ ربما هذا من المناسب الحديث عنه، أن الثورة استطاعت أن أو صراع الأفكار الذي حدث بعد الثورة الذي حدث نتاجة لهذا الفعل الحضاري، إيقاع الأحداث أنتج لنا وضعا
مختلفا. على سبيل المثال ذكرت المبادرة الخليجية كأحد أو الحصانة كأحد إشكاليات الفعل السياسي الذي كان بعد الثورة، وهذا صحيح، لكن إيقاع الثورة وحضارية هذه الفكرة، وممكن أن نتحدث حتى عما يمكن أن يسميه البعض مكر الثورة. يعني اليوم أصبح الإقليم الذي منح علي عبد الله صالح هذه الحصانة هو الذي يقاتل علي عبد الله صالح، وهو الذي يواجهه بتلك بالطريقة التي نراها. إذن أصبح من كان متوجسا من الثورة ومن كان لديه موقفا ربما منها أصبح يقاتل في صف الثورة ضد أعتى أعداء الثورة. وهناك طبعا من سيتحدث عن كثير من التفاصيل، يعني سيقول هذا لمصلحتهم وهذا، نعم، لأن الثورة لا تعمل في فراغ، الثورة تلعب على التقاطعات في النهاية، والفعل الثوري يلعب على التقاطعات. إذن أصبح إيقاع الأحداث أصبح نسبيا وبنسبة كبيرة جدا إلى صالح الفعل الثوري، حيث أصبح من كان في الإقليم وموقف الإقليم أصبح اليوم يقاتل أعتى أعداء الثورة علي عبد الله صالح والحوثي، سواء علي عبد الله صالح الذي حاول يستميت بإفشالها أو الحوثيين الذين حاولوا أن يركبوا موجة الثورة في فرض مشروعهم الطائفي، والذي حتى حاولوا أن يفرضوا علينا بالقوة بعد أن حاولوا أن يمثلوا علينا أنهم جزء من الثورة. إذا هذا إيقاع الأحداث يذهب بنا على أنه العاقبة لهذا الفعل الحضاري، وهذا جزء من الخطاب وجزء من الأفكار التي ينبغي أن نذكر فيها في هكذا مناسبة. نعم أستاذ جمال، يعني في مسار العدالة الانتقالية دائما ما يتم التركيز على جبر الضرر، حفظ الذاكرة وتخليد الضحايا أيضا، برأيك ما أثر ذلك على صعيد الذاكرة الوطنية بشكل عام؟ هو يأتي في نفس السياق الذي تحدثنا عنه، بأنه ما هو الإجابة على سؤال ما هو واجبنا المباشر نحو هؤلاء. جزء من واجبنا المباشر نحو هؤلاء أن يكون حقهم مكفول بنصوص تبقى وبنصوص محمية، لأنه القيم لا يكفي فقط المنادى بها، لا يكفي فقط النضال من أجلها، القيم لابد أن تحمى بنصوص وبفعل يجعلها مستمرة ويحفظ لها استمراريتها، وأن تكون جزء من فعل الدولة بعد ذلك ومؤسسات الدولة بعد ذلك. نعم طيب أستاذ جمال، يعني في المراحل التي تعقب الثورة ويتخلق أيضا انقلاب وثورة مضادة، لماذا يتم التركيز دائما على محو ذاكرة الثورة وفي مقدمة ذلك تضحياتها؟ يعني نحن لاحظنا ما حدث في ثورة 26 سبتمبر وهذا يتكرر الآن ربما بعد 11 فبراير. لأنه ما الذي يجعلنا نحن كأجيال على سبيل المثال نأتي بعد ثورة، ثورة 26 سبتمبر، ما الذي يجعلنا نعرف هذه الثورة؟ هو التذكير برموزها، الرموز هم حملت هذه الأفكار والذي يجعل هذه الأفكار تعبر عبر الأجيال القادمة. إذا الحفاظ على هذه الرموز هو والتذكير بأدوارها والحفاظ على إعادة التعريف بها كل فترة وبأشكال مختلفة، هذا جزء من الفعل الذي يحافظ على فكرة الثورة وعلى ديمومتها وعلى حمايتها بعد أن تتحول إلى مؤسسات. نعم أستاذ جمال، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم ثعيل رئيس مجلس معتقلي فبراير من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء الخير والعافية أستاذة، ومساء الخير على ضيوفك وقادم الجيل المتألق في أدائه. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. وكل فبراير مجيد وأنتم بخير وعافية، والشعب اليمني في سلام بإذن الله. بإذن تعالى أستاذ عبد الكريم، يعني برأيك كيف يمكن أن تظل قضية ثوار 11 فبراير حاضرة؟ يعني يحز في النفس أن نحتفي بالذكرى السادسة وما زال إبراهيم الحمادي ورفاقه معتقلون حتى الآن. هذا هو التحدي برأيي، أن هذا هو التحدي الذي غاب عن ثوار سبتمبر وأكتوبر ووصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب أنهم لم يلتفتوا لهذا التحدي، أن أي ثورة تقوم ويكون لها تضحيات ويكون لها أهداف وتبدأ في تحقيق أهدافها ويخضع لها أعداؤها، يجب أن يكون لها عقل وقيادة صادقة، ومن تلك التي ثارت التي لا تنحرف عن المسار لا أمام الماديات ولا تنسى التضحيات ولا تتراجع كيد أنملة عن الأهداف التي حددتها والتي ضحت من أجلها. وبالتالي هناك عدة عوامل أو وسائل لابد أن تكون ولابد أن يدركها الثوار، وكذلك تفرض على السياسيين، لأن السياسيين في أحيان كثيرة يذهبون وراء المصالحات، وهذه هي الكارثة، خاصة عندما يتصالح هؤلاء السياسيين المحسوبين على أي ثورة وليس ثورة فبراير فحسب، عندما يتصالحوا مع المجرمين الذين تلطخت أيديهم بالدماء،
هؤلاء المجرمين لهم برنامجهم ولهم أهدافهم، لن يتوقفوا عن إيقاف هذه الثورة، وسوف يقفون صدا منيعا أمام تحقيق أهدافها. وقد يخفتون في أوقات قوة هذه الثورة ثم يعودون من جديد، وهذا ما نلاحظه في ثورة فبراير، حيث أننا نسمع اليوم بعد تلك التضحيات وبعد هذه الشرعية الرئاسية والحكومية وكذلك القرارات التولية التي جاءت وانبثقت عن شرعية فبراير وليس عن أي شرعية أخرى. المبادرة الخليجية، آلية التنفيذية، القرارات الأممية، وثيقة الحوار الوطني، كلها انبثقت لتحقيق أهداف 11 فبراير، الثورة الشبابية الشعبية التي أدهشت العالم وأصبحت محط إجماع شعبي. لم يرفضها اليوم إلا أولئك اللصوص وقطعية الطرق وأولئك الكتلة فقط، ومن لديهم أو ومن يعملون لديهم من بعض الباحثين والصحفيين الذين باعوا أقلامهم وباعوا عقولهم. اليوم شباب الثورة هم المعني الأول، مجلس أسر الشهداء، مجلس المعتقلين، المكونات الثورية التي كانت في طلائع الثورة، وكذلك أهم النقاط هي أن المكونات السياسية للثورة التي هي منظومة متكاملة والتي يوجد لديها الدعم الكافي لتجعل من هذه الثورة محمية بسياج منيع، وكذلك بتمكين أو تخليص ذكرى التضحيات. هناك وسائل عدة تضمنتها وثيقة الحوار الوطني. نعم أستاذ عبد الكريم، يعني لو تحدثنا عن نعم حتى أستفيد من وجودك معنا أستاذ عبد الكريم، يعني لو تحدثنا عن إحصائيات معينة، هل لديكم أي إحصائيات لعدد المعتقلين المخفيين قسرا في ثورة 2011؟ مجمل المعتقلين والمخفيين قسريا الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك تجاوزوا 16,000، لكن إلى قبل الانقلاب لم يكن يتبقى في السجن إلا 5 في معتقل صنعاء في سجن مركزي صنعاء، وهم إبراهيم الحمادي ورفاقه، و18 في السجن المركزي في حجة كما يعلم الجميع قضيتهم، و16 مخفي قسريا. لكن بعد حدوث الانقلاب اليوم يوجد لدينا إحصائيات كبيرة جدا بالنسبة لنا في المجلس، هي تفوق 3,000، لكن هناك منظمات وهناك جهات كثيرة جدا تحصر أكثر من هذا العدد. وبالتالي إمكانية المجلس قد تكون بسيطة، خاصة بعد الانقلاب، وأنه لا يوجد هناك ظروف موائمة لاستكمال الحصر والعمل بشكل كامل في أنحاء الجمهورية. نعم، نتمنى أن تستكمل جميع الإجراءات. شكرا جزيلا لك عبد الكريم سعيد، رئيس مجلس معتقلي فبراير، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ جمال، يعني في دقيقة، ما الذي يجب على الشباب برأيك القيام به للمحافظة على ذكرى رفاق دربهم الذين وهبوا أرواحهم من أجل مستقبل اليمن؟ أنا باعتقادي أنه أكثر يعني دور أمامنا اليوم، أكثر تحدي، هو أن نحافظ على نقاء وبريق الأفكار التي خرج من أجلها هؤلاء، والذين من أجلها يعني قدموا أرواحهم ومن أجلها جرح الجرحى. هذه الفكرة حتى نحافظ على نقائها علينا أن ما أسميه أنا إعادة التعريف بها، إعادة التذكير بما حدث في 11 فبراير، أنه لم يكن حدثا عاديا، لم يكن حدثا فقط حصل صدفة، لابد أن يتم إعادة التعريف بهذه الفكرة وحضارية هذه الفكرة وإبرازها بكثير من الأعمال الإعلامية وبكثير من التبني الخطاب الذي يجعلنا نحقق هذا الهدف. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، تفعيل الكثير من المؤسسات التي أنتجتها الثورة، يعني على سبيل المثال مجلس شباب الثورة، صندوق الجرحى والشهداء، هذه المؤسسات نحن نعرف أن هناك عائق للفعل من الداخل، لكن لماذا لا تكون هناك بعض الأعمال التي تحافظ على ديمومة بقاء الحديث عن هذه الفكرة دون أن يتم استرخاء على الأقل على المستوى الإعلامي في مناصرة وفي الحفاظ على حياة هذه الفكرة في أرواحنا. فكرة 11 فبراير استطاعت أن تنتقل، أنا لم أكن في الساحات، لكن يعني استلهامنا لهذه الفكرة ونحن خارج الوطن والنشاط الإعلامي الذي قمنا فيه وألهمتنا هذه الثورة القيام به، جعلنا يعني نشعر بأنه أمامنا واجب تجاه هذه الثورة. إذا هذا الواجب لابد أن يتحول إلى مؤسسات وإلى جزء وإلى عمل دائم
بحيث نحافظ على ألا يتم يعني ألا ينجح سواء الثورة المضادة أو للأسف من كانوا في الصف الثوري وبدون قصد أن يمارسوا شكل من أشكال التضليل والتشويش لنقاء وحضارية هذه الفكرة، وألا يستخدم، هذه نقطة مهمة جدا، ألا يستخدم الحدث اليوم الذي حصل والإرغام الذي حصل لنا بحمل السلاح وأن يصبح جزء من المجتمع حاملا للسلاح والمقاومة، ألا تستخدم هذه الفكرة للنيل من ثورة 11 فبراير، لأنها لم تنتجه، الذي أنتج ذلك هو الثورة المضادة. نعم، إذا وصلت الفكرة أستاذ جمال المليكي الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.